معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير جدا واللي بسمح لنفسي دايما نقول صديقي العزيز والأعز أستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق. أهلا 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 يا أستاذ حلمي. أهلا بك يا أستاذ يوسف، مساء الخير. عامل يا فندم، إيه الأحوال؟ أخبار حضرتك إيه وأخباركم إيه؟ أنا بخير طول ما حضرتك بخير، ولا ينقصني إلا رؤياك. الله يخليك. والله. لا تحت أمرك يا أستاذ يوسف. يا فندم ربنا يخليك يا رب. ألف مليون مبروك. ألف ألف مبروك. شفت هنا المشهد الانتخابي والمشهد الختامي لهذه الانتخابات بإعلان النتيجة إزاي يا أستاذ حلمي؟ يعني أولا المشهد الانتخابي أول شيء لفت الانتباه فيه هو الخروج الحاشد. وإحنا كنا بنتحدث عن أرقام كبيرة، النهاردة اللجنة القضائية قالت لنا الرقم الحقيقي، إحنا بنتكلم في أكثر من 44 مليون مواطن مصري ومصرية خرجوا للانتخابات. وهذا الرقم بيصل الى نسبه 66 وكسور من اصوات او من الذين يحق لهم التصويت. واحنا بكده يا استاذ يوسف كسرنا عتبه انتخابات 2012، احنا 2012 اللي خرجوا كانوا اقل قليلا من 52% من الاصوات من اللي يحق لهم التصويت، احنا المره دي خرجنا 66% من يحق لهم التصويت، ده رقم واحد. رقم اثنين انه الخروج المره دي ما هواش خروج فئوي ولا نوعي ولا حشد ايديولوجي ولا حاجه، ده خروج عام للمصريين. لانه الحقيقه وده ممكن هنفهمه بانه الشعب المصري منذ يوم 7 اكتوبر واللي حدث ادرك ان احنا المره دي احنا في 30 يونيو 2013 كنا مستشعرين خطر على هويه الدوله وطنيه الدوله ومدنيتها. الخطر هذه المرة ليس على هوية الدولة وطنية الدولة ومدنيتها، ولكن خطر على الوجود المصري ذاته، وده خطر مخيف ولابد ان احنا نحتشد فيه ونصطف فيه خلف الدولة الوطنية. وده اللي حصل، الحقيقة المصريين قدموا درس رائع وعظيم جدا جدا. وعشان كده زي ما سيادة الرئيس النهاردة قال في البيان اللي وجهه للمصريين ان المرة دي كان الشباب موجودين، كبار السن موجودين، اصحاب الهمم موجودين، المرأة موجودة. ما نقدرش نقول ان فئه طغت على فئه، لان كان الخروج جماعي، خروج مصري بالمعنى الدقيق والحقيقي للكلمه. ده فيما يخص بهذا الخروج الكبير.